اوكي احنا كان عندنا طعيناكم برزنتيشن اللي هو باوربوينت عملناه على شكل بي دي اف نزلت لكم هو بالكلاس روم اللي كان يحتوي على موضوعين present simple and past simple. In the last lecture we explained the present simple in all its details about the uses of the present simple and all its forms, the affirmative form, negative form and interrogative form. أخذنا المضارع البسيط استخداماته الحالة المثبتة وصيغة المنفي وصيغة الاستفهام بالـ yes no وبالـ wh. كان عندنا أيضا ملاحظات بكيفية إضافة الشخص الثالث. فأخذنا الاستخدامات بشكل مبسط على شكل رؤوس نقاط مع أمثلة the uses of the present simple. أخذنا الـ grammar rules of the present simple affirmative, negative and interrogative. وبالنسبة لليوم عندنا أيضا الـ past simple. هاي البرزنتيشن فيها تو توبكس موضوعين present and past وتعتبر من محاضرتين هاي فيديو اللي هي 17 او 16 سلايد. فاحنا انتهينا من المضارع البسيط واستخداماته وصيغ النفي والاستفهام والمثبت الملاحظات الخاصة بينه. اليوم راح ننتقل الى past simple tense. كالعادة احنا we have said that with all the tenses we will have uses affirmative, negative and interrogative. استخدامات مثبت نفي استفهام مع كل أزمنة كل زمن راح ناخذه راح ناخذ معه استخدامات معينة خاصة وصيغ المثبت والنفي والاستفهام. بنفس الحالة اللي تبعناها بال present simple راح ناخذها بال past simple استخدامات مثبت نفي استفهام. إن شاء الله من المحاضرات القادمة شوية نبتعد عن الأزمنة راح ناخذ الـ passive voice المثير المجهول وشوية نطلع من نمط الأزمنة ولو هم الـ passive هم يعتمد على الأزمنة لكن anyway. So the uses of the past simple tense. When do we use the past simple tense? متى نستخدم الماضي البسيط؟ We use the past simple to talk about completed actions in the past. إذا نستخدم زمن الماضي البسيط عندما نتكلم عن أحداث حدثت وانتهت بالماضي. إذا صارت وانتهت وخلصت بالماضي. For example, I posted the letter yesterday. الحدث حدث yesterday وكمل yesterday أيضا. إذا حدث وانتهى. When we want to talk about completed actions in the past, we use past simple. استخدام الثاني, when we have series of completed actions, عندنا سلسلة من الأحداث الكاملة, يعني المنتهية, حدثت وانتهت, أكثر من حدث. من نقول أكثر من حدث, يعني أكثر من فعل, لأن الحدث مرتبط بالفعل. مثلا الأحداث اللي صارت بالماضي مثلا بهاي الجملة I finished work, walked to the beach and met my friends. إذا كم حدث عندنا على عدد الأفعال. مثلا عندنا الفعل finished هذا أول حدث انتهيت من العمل, walked to the beach مشيت على الشاطئ and met my friends والتقيت. إذا عندنا 3 actions راح تصير series of completed actions كلها أحداث حدثت بالماضي وانتهت بالماضي. الآن بالحاضر من راح نحكي عليها راح نستخدم زمن المضارع البسيط past simple. We also have habits in the past. احنا بالمضارع البسيط كان عندنا habits و daily routine اللي هي repeated action كنا نظل يحدث. شنو الفرق الهابتس اللي بالماضي عن الهابتس اللي نستخدمها مع المضارع البسيط؟ الفرق هو بسيط. الهابت اللي مع الماضي كنا نفعلها بشكل متكرر لكن كنا تركناها من الماضي, يعني عادة أو احنا ما بعد نقوم بها على الأكشن. فمثلا he played the violin
when he was a young man. كان يعزف الكمان عندما كان شاب. الآن كنت ترك العزف على الفيولين الكمان. فسابقا كان عنده هبت أو هواية أو هوبي بس كنت تركها. بعد ما نتكلم عن هواية أو هبت أو عادة معينة أو ريبيتد أكشن معين كان يفعله بالماضي، لكن حاليا كنت تركها لهاي الهبت، ما راح نستخدم المضارع البسيط. لأن كنت تركها لهاي الهبت راح نستخدم معاها الباست سمبل. شلون نعرف إنه هذه الهبت إنه بالماضي؟ من تكملة الجملة. بعد ما نقول when he was a young man عرفنا عندما كان شاب. ايش معناها؟ معناها هسه حاليا ماذا يعزف؟ كان بطل. I have it in the past. الفعل لازم يكون played. He played the violin. استخدم الماضي بسيط. Any question؟ بعد عندنا ثلاث استخدامات. Completed action in the past. Series of completed actions. Habits in the past. The grammar rules, اتفقنا, we have to deal with the three forms, the affirmative, negative, and interrogative, معنى ثلاث صيغ, المثبت نفي, استفهام. بالنسبة للمثبت, قاعدة راح تكون فاعل, subject, plus past form of the verb, صيغة الماضي للفعل, زائد تكملة الجملة. إذا فاعل صيغة الماضي للفعل والتكملة. هاي الأفرمتيف المثبت. بالنسبة للنفي كان عندنا قاعدة أن أكو قاعدة تنطبق على كل الأزمنة بالنفي. من يتذكرها؟ بالنفي عندنا قاعدة ثابتة مع كل الأزمنة. يس عبيدة دكتور، قصدك نجيب فعل مساعد؟ يعني تقريبا للنفي والفعل يرجع الى مصدره. يعني قربت. احنا بالنفي اشنو ايش راح نضيف؟ احنا بالنفي عندنا شيء معين نضيفه. النوت. النوت فيري. اذا لمن نضيف النوت؟ هي هذا السؤال. بالفعل المساعد. فيري. اذا احنا مع كل الازمنه لازم نجيب نوت ونضعها بعد الفعل المساعد. احنا بالماضي ايضا مثل المضارع البسيط، اي شيء بسيط لا تنخدع باسمه، هو معقد او يعني فيه شويه تعقيدات. مثلا الماضي بسيط ما في فعل مساعد، لازم تجيب فعل مساعد حاله المين فعل. نفس الشيء هنا مثل المضارع البسيط، لازم يكون عندنا فعل مساعد حتى اخلي له نوت. ما عندي فعل مساعد لازم اجيب فعل مساعد. اذا من ما عندي فعل مساعد لازم اجيب من افعال to do. وبما انه عندي ماضي فما عندي غير فعل مساعد واحد لكل البرونامز، سواء كان اسم مفرد اسم جمع هي شي ات وي يو ذي، كلتهم ياخذون فعل مساعد واحد اللي هو did. فايش ما كان السبجكت راح اضيف له فعل مساعد did ومعانه not. يعني نفي فاحط النط بعد فعل المساعد النفذ الجملة. والverb ايش راح يكون؟ infinitive. قلنا do و did و does. ايش وقت ما يدخلون على الجملة بالنفي او استفهام مع المضارع البسيط مع الماضي البسيط مباشرة ترجع الفعل infinitive كل الحالات. يعني بس تجي did بالجملة ترجع الفعل الرئيسي infinitive عن الماضي البسيط والمضارع البسيط. فهنا اذا كان الفعل بينو ايدي لازم تشيل الايدي. إذا كان بينو اس الشخص الثالث مع المضارع لازم تشيل اس الشخص الثالث إذا ضفت تس وهكذا. بالنسبة للإنتروغاتيف، صيغة الإنتروغاتيف مع كل الأزمنة أشنو هي؟ شنو هي الصيغة؟ التركيب مال الجملة شلون لازم يكون؟ الفعل المساعد زائدا الفاعل. هي الأفيرماتيف راح يكون فعل فاعل زائدا فعل. بالإنتروجاتيف راح تصير بالعكس، فعل المساعد زائدا
فاعل اللي هو السبجكت. الفعل المساعد ما عندنا نفسه راح نجيبه did على طول على الماضي، نستخدم did فقط. فdid تجي قبل السبجكت بيرجع الفعل infinitive وكمل الجملة. هسه راح نجي ناخذ أمثلة وشرح عن هاي الفورمز الصيام. مطلوب بسيط، فمثل المضارع بسيط، عندنا حالتين مع المين verbs ومع الverb to be. احنا الverb to be ما عندنا مشكلة بيها، ليش؟ يعني قلنا الواز والverb إنه وظيفتين، أما المشكلة مع المين verbs. الصيغة الرئيسية للمثبت هو فاعل زائد فاعل subject plus verb. But this verb is either irregular or irregular. يا أما راح يكون هذا الفعل regular يعني قياسي، ما معنى قياسي؟ يعني يقبل إضافة الإيدي. أما إذا كان الفعل irregular يعني غير قياسي، يعني لا يقبل الإيدي، لازم يتغير، فعل شاذ راح يكون. فهنا بالماضي البسيط الاهتمام كله راح يكون على الفعل، نفس المضارع بينه إيش ما بينه إيش، نفس الشيء الاهتمام هنا كله على الفعل، يا أما راح أضيف له إيدي يا أما راح يكون irregular لازم أغيره. على سبيل المثال راح يكون عندنا subject I اللي هو الفاعل زائدا صيغة الماضي من الفعل، فكان هو visit صار visited، ضفنا له إيدي. I visited my relatives last week، زرت أقربائي الأسبوع الماضي. فvisit من الأفعال الريجولر يقبل الإيدي، ضفنا له إيدي وخلاص. زين علي broke the window. زين وين الإيدي هنا؟ بالفعل بيكم طلاب لا أسألكم وين الإيدي بالفعل broke؟ حد يعرف؟ هو regular. Yes, yes, Russell. Yes, Russell. هو الفعل ماضي هو break، broke ماضي ما تنقل إلى الإيدي. أوكي، إذن هو من الأفعال الـ غير القياسية اللي ما تقبل إيدي، اللي إيش راح يصير بها؟ تتغير، change، تتغير كلها. broke. شنو كان الفعل المضارع مالتها؟ صيغة المضارع مال broke. break. break. yes good. إذا من يكون عندنا فعل غير قياسي، يعني شاف، يعني لازم ننتبه جدا إلى تغيير. مثلاً أجيب لك في الامتحان break. من أقول لك حولها إلى ماضي لازم ما تقلي breaked مثل إيدي. هاي طبعا الأفعال هم محددين وثابتين باللغة لازم نحفظهم. مثلا عندنا broke وهي break كانت. علي broke the window، علي كسر النافذة، إذن هذا الماضي مال break، فعل غير قياسي. ساندرا passed the exam، ساندرا نجحت في الامتحان. اوكي احنا بس مجرد ايدي لانه من الافعال القياسيه اللي تقبل الايدي. مع المين فيرب عندنا واز اوير، ماكو غيرها. بس الستركتشر راح يكون سبجكت بلس واز اوير بلس تكمله الجمله. هنا عندنا واز اوير فقط. الواز والوير هي شنو؟ قلنا بالأصل هي بشنو الواز والوير؟ أفعال to be. أفعال to be اللي هي أفعال مساعدة. لأن الواز هي شنو التصريف؟ شنو تصريف هالواز؟ شنو تعتبر؟ is أو be بالأصل. بالأصل is أو be. إذن هذه صيغة الماضي مال الإز، صح له لا؟ إذن الإز إذا نحولها إلى ماضي إيش راح تصير؟ was. زين الآن إذا نحولها إلى ماضي إيش تصير؟
عشان ما عدنا ام بالمضارع. اي ام الام شنو الماضي مالتها؟ I was. ايش رأفت؟ لاي الان لاي مي الان مي المي هو pronoun. احنا عم نحكي عن الافعال، احنا حاليا ما عم نحكي عن الضمائر، عم نحكي عن الافعال. الفعل ام، الفعل هو ام هو فعل بالاصل. الماضي مالته شنو راح يكون عبيده؟ I was. راح يكون was. اذا الام هو الماضي مالته was، والis ايضا الماضي مالته was. فمن نستخدم الماضي البسيط الام والis كان راح تتحول الى ماضي تصير was. الwhere هي الماضي مال منو؟ are. مال are. اذا كان عندنا are الماضي مالته راح يكون where. فاحنا ماضي حاليا بالنسبه للمضارع كان عندنا am وis are، احنا عندنا اثنين was where، يعني was هي الماضي مال is ومال are. فهي بالأصل هذولا شنو؟ أفعال مساعدة. was والwhere هي أفعال مساعدة، لكن عندما مع تكون مع الماضي البسيط وتكون وحدها بالجملة راح تكون هي الفعل الرئيسي. وظيفتها الثانية أن تكون فعل مساعد أيضا. فهنا ما راح نحتاج أن نجيب فعل مساعد النفي والاستفهام، بعدين نشوف. حاليا بالمثبت هي تكون الفعل الوحيد بالجملة. I was ill last week. كنت مريضا اسبوع سابق. عدنا was مع الاي، ليش؟ لانه هي الماضي مال الان. Laura and her friends were in London 2 years ago. Laura and her friends صاروا عندنا جمع. Laura and her friends صاروا جمع، فاستخدم were، كانوا في لندن. It was cold last night. ونلاحظ هنا الواز والوير هي الفعل الوحيد بالجملة، راح تكون الفعل الرئيسي. الوظيفة الثانية أن تكون فعل مساعد، راح تشوف النفي والاستفهام. قبل أن ننتقل إلى النفي we have to note some time expressions that are frequently used with simple past or past simple نفس الشيء. مثلا عندنا yesterday. إذا عندنا تايم اكسب تعابير مع الوقت تبين لنا انه هذا الزمن ماضي. شنو هي هاي التعابير؟ مثلا عندك yesterday امبارحة، last year، last month، last week، او past dates التواريخ السابقة من 2020 وما سبق، او الاشهر الماضية، كل السنين السابقة يا رأسا نعرف أن هذا الزمن ماضي. لازم تأخذ مثلا ago رأسا تعرف هذا الزمن ماضي. فهي تبين لك عشان لازم يكون الفعل، يعني إذا أنطيك فعل ومعانه last week تعرف أنه لازم تعمل الفعل بينه ed أو أوكي. إذا أجيب لكم بالامتحان راح أعطيكم فالهنت أنه هي هاي time expressions ممكن تكون موجودة، وتعرف أنه هاي الجملة لازم تكون ماضي بسيط. بالنسبة لي negative form نفس الشيء with main verbs and with verb to be. The form the negation of past simple حتى نشكل أو نصيغ النفي الماضي البسيط نضع not بعد الفعل المساعد، ويعني نغير الفعل الرئيسي إلى infinitive and change the verb into its infinitive form. صيغته هذا infinitive، يعني المجردة، يعني ما بها أي إضافة، يعني ما بها لا إيدي لا اسم ولا أي إضافة. Since we do not have an auxiliary verb, we use verb to do. بما أنه ما عندنا فعل مساعد، مع الأفعال الرئيسية بس عم نتكلم. بما أنه ما عندنا فعل مساعد، راح نجيب فعل مساعد، وقلنا ما عندنا غير فعل مساعد واحد بالنفي، اللي هو did. فمن دون ننفي راح نجيب الفعل المساعد ونضع بعده نط. A subject زائد did not زائد infinitive verb تكون مجرد. فمثلا نفس المثال السابق كانت I visited، فمن أريد أخلي
النفي لازم يجيب فعل مساعد did بعد السبجكت يكون، والنوت بعد الفعل المساعد راح تكون I did not visit، شالت الاي دي. مثل اشياء ما قلنا كان عندنا اس الشخص الثالث بالمضارع، قلنا نضيف الاس بنعوض عن الغائب، هون نضيف الاي دي بنعوض عن الماضي حتى نشير الى الماضي. فانت من قلت did خلاص عوضت انه هذا ماضي من الدد، فما يحتاج تضيف اي دي هون، راح يصير نفيين فما يصير، خلي دد فقط وتشيل الاي دي. اذا كان عندك دد ما تحط اي دي، اذا ما كان عندك دد تخلي اي دي وهكذا. I didn't visit my relatives last week. He did not drive fast. They did not pay the bills. من يغير لنا هذه he did not drive fast، نغير نغيرها الى صيغة المثبت he did not drive fast. يس حنان، كانت he drove fast، he drove irregular very irregular. اذا drive من ال irregular verbs اللي لازم تتغير، اللي الماضي مالتها تكون drove. yes good. الجملة الأخيرة they didn't pay the bills، they didn't pay the bills. yes مصطفى، راح نحولها إلى مثبت they paid the bills، they paid the bills. إذن the same case، نفس الحالة، ال pay من الأفعال الإيش irregular اللي لازم تتغير، فنهتم اهتمام شديد بالفعل عند ما نغير من صيغة إلى أخرى، من نفي إلى استفهام، من استفهام إلى مثبت، من نفي إلى مثبت وهكذا. لازم تنتبه إذا من مثبت إلى منفي أيضا يتغير، كل اهتمامنا على الفعل. هاي الاختصارات هيك كاتب لكم يا did not didn't was not wasn't. هاي بالنسبة للمين فيربس راح يكون عندنا تغييرات بالفعل. أما بالنسبة لي المين فيرب أنا ما عندنا ذاك التغيير، مجرد نضع not بعد was أو where. لأن إيش؟ لأن في الwas والwhere هي فعل رئيسي بالجملة، لكن عند الوظيفة الأخرى اللي تقوم بها اللي هي فعل مساعد، فما يحتاج لا أجيب did ولا أي شيء ولا أغير من الفعل ولا أبد، مجرد بعد الwas راح أخلي not وبعد الwhere خلي not وخلاص. إذا كان عندنا I he she we you they راح تكون زائدا was not we you they are زائدا we're not أو اسم جمع عفوا أو اسم مبتدأ. فلما نقول he راح تأخذ was لأن مفرد، بعد الwas خلي not وهذا هو he was not at school. John and Sam صاروا جمع were not hungry. She was not ill. إذا ما عندنا أي مشاكل، فعل مساعد أخليه بعد نط وخلاص. Any question؟ Yes. الآن عندنا the interrogative form with yes no questions. قلنا yes no questions هي الإجابة على السؤال تكون يا إما yes يا إما no، لهذا سموها yes no questions، يعني إجابتها تكون يا إما yes يا إما no. أيضا نفس الشيء with main verbs with verb to be. إحنا المشاكل اللي عندنا with main verbs ليش؟ لأنه ما عندنا فعل مساعد، فأنا راح نضطر إنه نجيب فعل مساعد. إذن to form the interrogation of past simple we add the auxiliary verb did. أنا did لي ما عدنا غيره بالماضي. إذا نضعه before the subject قبل الفعل. Change the verb into its infinitive، نغير الفعل إلى مجرد، صيغة المجرد. And end with a question mark، نضع question mark بالنهاية. إذا هي كانت subject زائدا كذا، إحنا راح نجيب الفعل المساعد قبل الفعل. Did زائدا subject زائدا infinitive verb، قوم الفعل نفس الشيء بالنفي والاستفهام، لازم ما طول دخل الدد بالموضوع نشيل الايدي.
examples, كان عندنا جملة I visited my relatives last week. احنا تعلمنا اذا كان I pronoun subject لازم يتحول الى مخاطب اللي هو you. فمن كان عندي you ما تفرق did I او did you نفس الفعل المساعد. لو كان عندنا لازم نعرف do you لو do I لو does he لو احنا ما هي did فقط. Do you أرد صارت فعل مساعد زائد على السبجكت اللي هو you. يجي تكملة الجملة visited طالما عندي did ما أسمع حط إيدي بالفعل. Okay. Did you visit your relatives on weekends؟ نفس الشيء كان عندنا ضمير تملك للمتكلم لازم أحوله إلى ضمير خاطب. Did you visit your relatives؟ هوني طبعا خطأ مطبعي صححوني كلتكم. He visited my relatives last week. Did you visit your relatives last week؟ ما on weekends. هذه خطأ فيها من الفارع. فهنا on weekends مش طبع on weekends. اكتب last week. Did you visit your relatives last week؟ اوكي اذا عرفتوا شنو التصحيح اكتبوا لي تم وكذا. اللي راح يتغير on weekends راح نشيلها نكتب last week. صححت ما؟ على خطأ مطبعي. أوكي. هاي بالنسبة للمين فيربس. قلنا ما عندنا فعل مساعد راح نجيب فعل مساعد قبل السبجكت ونرجع الفعل بدون ايدي. بالنسبة للمين فيرب to be عفوا to form the interrogation of past simple we put the auxiliary verb before the subject and end with a question. هنا ما عندي مشاكل ليش؟ يعني عندي فعل هو رئيسي هو فعل مساعد أحتاج لا أجيب فعل مساعد ولا عندي فعل بنو إيدي حتى أغيره. فمباشرة أجيب الـ was أو where قبل الـ subject وأحط question mark بالنهاية وخلاص. فإذا كان عندي I أو he أو she أو it أو اسم مفرد راح أجيب was قبلهم. إذا كان عندي we you they أو اسم جمع راح نجيب where قبلهم وننتهي بـ question mark. يجوز أجيب لك structure مثل هكذا فعل مساعد وبعدين فاعل وما يكون اكو بينه علامة استفهام. لازم تعرف شنو الخطأ بالجملة ماكو علامة استفهام. يعني ممكن انه جملة عادية ما بيها خطأ ناقصها علامة استفهام يجوز. لازم تعرف شنو الخلل بالجملة. Examples I was sleepy. قبل ان اعملها interrogation ما طول عندي I لازم احولها الى مخاطب الى you. then you اجيب قبلها was اللي هي بالجملة لو اجيب فعل مساعد مناسب لها. لا بالتأكيد لازم اجيب ما يناسب ال you وليس ما كان عندي في حالة النظر. ما اجيب ال was نفسها سبقها على ال you was you. لازم نجيب الفعل المساعد المناسب لل you اللي هي where. فمن غيرت ال I الى you تتاخذ ما يناسب الـ you ما لك علاقة بالجملة المثبتة. you لازم تقول where you sleepy كنت نعسان وهكذا. was he happy مع الـ he راح استخدم was مع الـ you راح استخدم where. وهي موجودة عندكم pronouns. أو إذا مثلا علي بحده راح استخدم was. علي and أحمد مثلا راح استخدم where هذا اسم الجمع بالنفس. In interrogation we change the pronoun I. هاي هي الملاحظة I نحولها إلى you ونستخدم معها الفعل المساعد المناسب. Interrogative form with W edge questions اللي يختلف عن هذا interrogation عن هذاك هذا تكون الإجابة عليه بيس نو بيس أو نو.
فمثلا نقول did he drive fast راح نجاوب يا اما yes he did والdid هي تتكفل بانه نفهم انه yes he drove fast او نقول no he didn't اوكي yes yes يعني no هاي اما بالw h questions لا the answer must be a full sentence إجابة لازم تكون sentence كاملة. Form the education إذا نفس الصيغة فقط راح يكون عندي بالبداية WH بعدها الفعل المساعد زائد subject. نقلنا بالintrogation نجيب الفعل المساعد قبل subject فصار introgation استفهام. بس هنا WH أجيبها بعد قبل الفعل المساعد بعد أخليه WH. طالما أكو did بالموضوع الverb يكون infinitive. Examples. How did you go to college? إذا نريد نجاوب على هذا السؤال شلون إذا أسألك مثلاً How did you go to college? شلون رحت للكلية؟ من يحولها إلى جواب؟ إس عويدة. I go to college by train or by metro. Okay, شنو الخطأ في جملة عبيدة؟ To the college? I went to college. I went to college. Good. إذن احنا سألنا how did. إذن ال go ما قلش لنا ال did لازم ترجع الفعل ماضي. احنا did من دخلت رجعنا الانفينيتيف فبالاجابه راح نشيل الهاو وراح نشيل did استخدم البروناون الخاص بالمتكلم I الجو طالما سالنا ب did لازم تجاوب بماضي I went to college or by bus on foot or anything where did they live where did they live وين سكنوا سابقا مثلا نتكلم عن سكنهم سابقا where did they live من يحولها او من يجاوبها خلينا نقول حولها الى جواب احنا اولا اذا بنجاوب راح نحذف اداة الاستفهام ونحذف did فايش راح يظل ها يلا من يحول النية إلى جواب Where did they live؟ عبيدة ورسل بس؟ يس عبيدة Where did they live؟ راح نحذف احكي لنا ايش راح نعمل حتى نحولها عفوا دكتور شوية قطعنا انترنت امي بس اذا ممكن تعيد لي السؤال الله يحفظك عندنا جملة where did they live هذه بصيغة الاستفهام interrogation احنا راح نحولها الى affirmative مثبت او نجاوب على السؤال بصيغة المثبت فاحنا من تنحولها إلى مثبت لازم نحذف أداة الاستفهام والفعل المساعد أيضا ما راح نحذف راح إيش يكون عندنا؟ they live دكتور ال they ترجع بالبداية الضمير الفعل راح نرجع صيغة الماضي they lived يصير yes good ونخلي في هذا المكان يعني they lived مثلاً in Mosul, in Paris, Mosul, in New York, بغداد. In London, in any, for example. نعم. إذن إحنا اللي بدنا نسوي شنو؟ نحذف أداة الاستفهام ونحذف الفعل المساعد لأنه بالأصل structure ما عندنا فعل مساعد بال present, the past simple, sorry. عندنا فعل هو أصلاً بنو إيدي يدل على الأمر. راح نقول they live in
عن الدول والمدن تعرفون انه لازم كابيتال اكتب لي الحرف الاول كابيتال اسماء المدن والدول. They lived in Paris. حذفنا أداة الاستفهام والفعل المساعد، رجعنا الفعل إلى إيدي. يعني أهم ما بالجملة أن ترجع لي الفعل الماضي وتخلي نقطة، أما بالاستفهام تخليك بس شفاء. When did the party start؟ هسه نفس الطريقة، حولوا إياها إلى مثبت. مريم، yes مريم. The party started at 10 o'clock. Yes, very good. إذن حذفنا نفس الشيء بداية الاستفهام، حذفنا did، رجعنا الفعل started كأنه من الأفعال القياسية تقبل الإيدي. وعرفت زميلتكم مريم إنه الوين تسأل عن الزمان، فذكرت لي at 8 o'clock, at 10 o'clock وأني تحت. فننتبه على أداة الاستفهام تسأل عن ماذا، نرجع الفعل ونحذف ما يحدث. اوكي، with verb to be هنا ما عندنا مشكله، ما راح يكون اكو تغيير، بس الستراكشر راح يتغير. نجيب was where قبل السبجكت، قبلهم راح تكون ال w h. For example, where were you، اين كنت. طبعا هي نفس اللفظ، where هي اين والwhere الماضي مع الار، السبيلينج بس راح يختلف، اما اللفظ نفسه. Where were you؟ بما انه you لازم تستعمل where. How was the movie؟ هسه مثلا where were you؟ من يجاوبنا عليها؟ يحولها الى yes Russell. I was at home or in home. Yes, at home. فمثلا هنا بما انه كانت you راح احذف الوير وارجع الفعل المساعد بعد الفاعل، بس احنا الفاعل للمتكلم راح يكون I، فمن برجع الوير بعد اليو بعد الفعل بعد الفاعل ما راح استعمل وير، راح استعمل was. ليش مع ال I تاخذ was؟ خلي نقطة I was at home. فعن نحذف الوير هنا بس نجيب الفعل المساعد بعد الفاعل، بما انه الفاعل تغير صار للمتكلم فلازم الفعل المساعد يكون مناسب اللي هو was. How was the movie؟ يلا مصطفى. The movie was fantastic. The movie was fantastic. إذن إيش عنا؟ ما نحذف بس أداة الاستفهام وعن نسأل عن الحال الكوانتيتي، العفو الكواليتي، نوعيته شلون كان أو حاله المعنى شلون كان الموفي. فمنقول the movie was، ربما يكون boring، كان ممل. جبنا ال was رجعناها بعد السبجكت على الصيغة الرئيسية اللي هي subject زائد verb، أولها بعد السبجكت ونكمل. شوف شنو أداة الاستفهام مالتنا، نكمل. إذا كانت مكان نذكر مكان، إذا كانت زمان نذكر زمان، إذا كانت حال نذكر حال، وهكذا. عندكم سؤال؟ عن النفي أو الاستفهام أو المثبت أو الاستخدام، أي سؤال عن الباست سلكم. هو يا أما was where اللي هي ما بهم مشاكل، بالنفي بس تحط لهم نقط، بالاستفهام تسبقهم على الفاعل. يس مريم. أستاذ هو شنو تستخدم عدا السؤال عن الحال؟ الهاو عن الحال اللي هو الكواليتي أيضا. وبعد دكتور؟ هي الحال عن الحال بصيغة عامة عن الحال. How are you؟ How did you go؟ وما تستخدم للواسطة؟ من إيش؟ للواسطة أيضاً، هو الواسطة هي أيضاً حال. تمام دكتور. من نسأل How did you go to college مثلاً، أي نفس الشيء.
الواسطة مثل ليش تقصدين بيها؟ دكتور يعني السيارة مثلا أو القطار أو يعني الواسطة اللي نروح ونجي بيها يعني. إيه هي المانر نفس الشيء. أي. عندنا بعض الملاحظات لإضافة الإيد أذكرها. With regular verbs مع الأفعال القياسية. We just add ED to the verb. فقط نضيف ED. لكن إذا كان هذا الفعل نكرر الحرف الأخير إذا كان هذا الفعل كان مسبوق بحرف علة قبل آخر حرف. فهذه فعل عادي قياسي منتهي بسي اتش ماكو قبله حرف علة مجرد أضيف إيدي. إذا الحرف الأخير قبله حرف صحيح ما أعمل شيء فقط أضيف إيدي وهاي. أما إذا كان عندي فعل منتهي بحرف صحيح قبله حرف علة لازم أكرر الحرف الأخير وأضيف إيدي. فبلان بلاند ستوب ستوبت لا أكرر الحرف الأخير. ليش؟ يعني قبل الحرف الأخير كان حرف علة. بالنسبة للأفعال ending with Y and the Y is preceded by a consonant. ال Y مسبوقة بحرف صحيح نغيرها إلى نقلب الواي إلى واي نضيف إيدي. أستدي منتهية بواي لكن قبل الواي يكون ماذا؟ حرف الدي اللي هو حرف صحيح فلازم أقلبها للواي إلى آي وأضيف إيدي. نفس الشيء كاري قبل آر حرف صحيح ليس من أحرف العلة نقلب الواي إلى آي ونضيف إيدي. أش وقت ما تتغير الواي أش وقت ما نقلبها إلى آي؟ إذا كانت مسبوقة بحرف علة. فهنا عندنا play مسبوقة بحرف أي اللي هو علة فكل شيء ما أغير أضيف إيدي فقط واي تبقى. هاي معلومات بدائية بس للتذكير. وأيضا عندنا الأفعال الـ irregular verbs لازم تحفظوها حفظ go تصير went الماضي مالها teach تصير taught is تصير was كلهم تحفظوهم الأفعال الغير قياسية. يمكن أنزل لكم هي على شكل PDF بس بالنسبة للامتحانات يعني إذا راح أجيب امتحان ما راح أجيب لكم أفعال يعني ما not familiar ما مألوفة أو ما كنا استخدمناها قبل أو ما معروفة مثلا drive أو fly أو teach يعني هاي الأفعال المألوفة. زين هسه عندنا بعض الجمل راح نحلها. We have 8 sentences عندنا 8 جمل all of them are wrong كلهم بيهم اخطاء كلهم بيهم mistakes راح نكتشف شنو الخطا في كل جمله. فنمبر 1 does he like basketball شنو الخطا بهاي الجمله؟ هاي بالمناسب هاي زمنين زمن المضارع البسيط وزمن الماضي البسيط الجمل. هنا عندنا عن المضارع البسيط هاي الجملة. Does he like basketball؟ شنو الخطأ؟ Yes, رسول. علامة الاستفهام. علامة الاستفهام. إذا كل شيء ما بيها الجملة هي الفعل المساعد قبل الفاعل هاي استفهام. إذا كان عندنا full stop هاي خطأ لازم أحولها إلى استفهام. I like pizza. Yes, مريم. Like لأن الآي ما تأخذ الشخص الثالث. Yes, very good. ليش؟ يعني متكلم ما نخليه مع الشخص الثالث. بس الشخص الثالث مع الغائب المفرد فقط. She do her homework on the service bus yesterday. Yes, مصطفى. She did her homework on the service bus yesterday. عبارة بالماضي. يعني العبارة بالماضي ما كتب does. كتبت ليش؟ يعني شاف yesterday بالجملة مباشرة عرف انه هذا الفعل لازم يكون ماضي فدد. لو كانت everyday ايش راح نستخدم؟ لو كانت yesterday كانت everyday
does. بعد كون does ليش؟ هذا راح يصير repeated action. فنستخدم معانه ال present simple. بعد كون does. My friend goes on holiday on weekends. احنا ما نريد بس الاشخاص المعروف يعني صار عندنا مصطفى مريم رسل وعبيدة بعد يعني البقية اختار عشوائي احنا نريد مشاركة يعني الكل بعدنا جملة my friends goes on holiday on weekends شنو الخلل بهاي الجملة وين الخطأ هاي الجملة خاطئة بيها خطأ شنو الخطأ البقية اوكي مصطفى يلا مصطفى My friends go on holiday on weekends ليش؟ لأن احنا في الأول الشخص الثالث كان جمع إذا طالما جمع حتى لو غائبين طالما جمع لازم بدون اس شخص ثالث اس شخص ثالث تجي مع المفرد الغائب يعني غائب ومفرد عصرا Was you at the market yesterday? Yes Yes, براء. الفعل المساعد هو الغلط لازم نخلي بدل الواز وير وير اوكي ونخلي علامة استفهام بالأخير very good إذا عندنا هون خطأين بالجملة الفعل المساعد اللي كان واز مع اليو لازم نستخدم وير وأيضا structure مالتنا طالما كان auxiliary plus subject لازم يكون عندنا إذا بالنهاية علامة استفهام براء رونالدو not is an actor رونالدو not is an actor is مريم isn't is not إذا إحنا لازم نخلي النص بعد الفعل المساعد نعم very good Matthew and John was here last night okay براء again هم الفعل المساعد لأن جمع لازم نخلي وير وير لأنه جمع لأن إيش two people جمع ماثيو and John راح تكون وير the film start at 8 p.m. okay مريم إيش مريم The film starts لأنه يأخذ الشخص الثالث. أوكي إيش راح أضيف؟ نضيف إس. إس فقط. زين زين إذا كانت finish. إذا كانت finishes. إس نضيف. نضيف إس. إذا ننتبه إذا كان الفعل. يعني ينتهي بس اتش سي اتش هاي كنا اخذناها هذيك المحاضره يعني انتبهوا على ضعف الاس او اي اس ايضا ممكن يعني اجيبها بالامتحان بالاختيارات وحده بيها اس وحده بيها اي اس لازم تختار اللي بيها اي اس مثلا فانتهينا خلصنا ان شاء الله مضارع بسيط وماضي بسيط المحاضره القادمه راح اعمل لكم كويز اذا حد يقول ما تبلغنا ما نعرف 30 من اصل 130 طالب بالحضور ما شاء الله من المحاضرة القادمة أنا راح أعمل كويزات داخل الميت وراح أقارن ما بين أسماء الحضور وأسماء اللي جاوبوا على الامتحان بالنسبة لي أنزل لكم الرابط هون بالشات إذا جاني اسم من خارج الحضور ما راح أعتبر درجته لأن بس الحضور اللي راح يصلهم الرابط أشوفكم شغلة ثانية بالنسبة لحضوركم وصلني بهالشكل هذا
هذا حضور إشاعات ألف ما هذيك المحاضرة 21/10 مثلا يصني محمد إبراهيم دخل نص ساعة 24 دقيقة دخل المحاضرة في حين أنا محاضرتي من دخلته ساعة و15 دقيقة أوكي مثلا عندنا ديار دخلت 8 دقائق دنيا دخلت دقيقة واحدة دخلت المحاضرة دخلت ساعة 12:40 خرجت ساعة 12:03 لربما يفصل النت وكذا بس أنت لازم تكون مجهز أمورك أنا بالتوقيتات يصني دخولكم ومخرجكم للمحاضرة مثلاً عندنا إيناس كنت دخلت ساعة ودقيقتين أكو ناس دخلت 5 دقائق 6 دقائق أكو دقيقة فهاي كلها حضوركم دا يصني من أصل 130 أنا عندي 66 طالب دخل هذيك المحاضرة المحاضرة ما شاء الله 30 أيضاً راح يصني تقرير بحضوركم هاي اليوم وبالوقت هاي كلها أنا تأخذ في نظر الاعتبار بالدرجات وأيضاً الامتحانات أنا بالنسبة لي الكويز ما أنزل بالكلاس روم راح ينزل هنا بالميت راح أنزل رابط يعني أنا لو كنت بمحاضرة حضورية الغائب ما راح أقول له أبعث له الامتحان للبيت أقول له يا برجاء أنا امتحن الله يخليك الامتحان بالجوجل ميت رابط إلكتروني جوجل فورم تدخل تختار الإجابة الصحيحة 5 إلى 10 جمل راح تكون يعني يجوز 5 جمل فقط تختار بيهم الإجابة الصحيحة شلون هاي الأمثلة اللي هسه حليناها تغييرات على الفعل استفهام ما أعرف شنو شغلات بسيطة أو الاستخدامات مو بس يعني تدرس كرامر بس أيضا على الاستخدامات أيضا كويز بسيط 5 جمل تختار بيهم الإجابة الصحيحة المحاضرة القادمة أي سؤال حول ضارع بسيط ماضي بسيط تفضلوا يعني إذا عندكم سؤال أنا معاكم بلغتم بالامتحان؟ نعم دكتور تبلغنا كويس بسيط يعني هو امتحان يومي ان شاء الله جاهزين سهل ما بيش سهل